سيدك البير اللي طاح فيه راين، هاد البير كبير بزاف. عامر الارواح كتحصد فيه هنايا، كتموت فيه الارواح. كنقسم لك باليمين، كاين التجارة في البشر هنا. ياك هضروا على ريان وضامنوا اي تحنا بقى فينا داك الوليد، ولكن اللي خاص المراه كاينه هنا، راه كاينه مدينه كامله كتطحن. يا ما تجيش الصحافه ما غينوضوش على شاب ريان، ما غيجيبوش التراكسات هنا، راه ما خاصهم يجيبوا مدافع. هذوك نصابه، راه عندهم مشاريع، راه واحد عنده قهوه وواحد عنده بلا ما ندور الاسم ديالهم. حنتاش ولاو كيتابعونا، ولاو كيتابعونا بالاسماء ديالهم، ولاو كيتابعونا بالتشهير. راه حاجوا السبيطار محمد الخامس، راه عدا الشهره ديال محمد الخامس كاتبين عليه على الجدار ديالو وعلى الاسوار ديالو. السلام عليكم، كنشكركم هاد القناه شواقع. المهم حنا عندي واحد المشكل هنا، عندي خطا طبي هنايا، عندي خطا طبي في قسم الولاده. حاشا واش قسم الولاده، هذا قسم المجرمين اصلا. هو حنا كنقولوا قسم الولاده، هو لا حاشا واش قسم الولاده. عندي واحد الوليد انا خطا طبي، كانوا جبدوا لي الراس بالفانتوز، راه مده قديمه. هو طاح في هذا البير، شتي ذاك البير اللي طاح فيه راين، هذا البير كبير بزاف. عامر الارواح كتحصد فيه هنايا، كتموت فيه الارواح ليلا ونهارا، كتموت فيه الارواح هنا. كنقسم لك باليمين، كاين التجاره في البشر هنا، هنا كاين التجاره في البشر هنا، هنايا في هذا السبيطار محمد الخامس ديال اسفي. راه حاجوا السبيطار محمد الخامس، راه عدا الشهره ديال محمد الخامس كاتبين عليه على الجدار ديالو وعلى الاسوار ديالو. هنا كاين الاخطاء الطبيه بزاف، وكاين الرشوه. انا تعرضت للرشوه وتعرضت للضرب من طرف السيكيريتي. هادشي علاش كنجي انا كنحتج هنا في هذا السبيطار، وقعوا لي بزاف ديال المعاناه هنا في هذا السبيطار. اخطاء طبيه وقعت لي على هذا الوليد، ما خليت به الدار بيضاء، ما خليت به مراكش. هاد الدري هان اسباب ديال الاخطاء الطبيه قالوها لي الناس اختصاصيين في الداوي ديال هذا المرض اللي وقع ليه، ديال هذا الخطا الطبي. هاد الوليد اللي طلع بالضبط هو ملي جات الجوجه ديالي انا باش تولد، ما لقيتش الرعايه، ما فتحوش ليها في البلاصه وولدوا الدري، خلاه تفقات من الماء، واللي جبدوها بذاك الفانطوز جروا للدري، كرفسوا يتسلت ويتعاود يتسلت، كتعاود لي الجوجه ديالي. وملي ديت انا خرج الدري داروه في القرعه، قالوا لي حقه ما حقه راه غيرجع لي الراس ديالو، فهمتي؟ بطريقه فنيه من عدم همايه باش دوزوا عليا الدكاكه انا. ولكن ملي خرجته انا من السبيطار لمده 15 يوم، مدة 15 يوم لقيتو خرجتو من السبيطار، ديتو هنا عند واحد الطبيب هو مقابل مع هذا السبيطار محمد الخامس، قال لي صالح هاد الدري هذا راه واكل العصا في الراس، قال لي راه جابدي لي الراس وريتو الدويان، خدروا الدري داروا لي مخدر، داروا لي باقي الدري في الزيادة باش كالمو لي الدماغ ديالو. فهمني اش كنقول لك؟ علاش كنغوت انا وملصقين لي اهانه موظف، ما حيلتي المحكمه، ما حيلتي لولدي كنجري معاه، فهمتيني؟ راه هذا الشيء باش ضرتني انا خاطري انايا، علاش كنجي نغوت انا كنحتج بهادشي؟ ما كنعرفش نهضر من اللي كنبدا نغوت، كنبقى نغوت معاك عاك، فهمتي؟ هنا وقع لي اجرام اخويا، تعرضت للضرب من طرف السيكيريتي، هذا الشيء في 2017 وتكرر. انا اس عدم شحال من خطره كنجيبو عدم وما كنلقاش الرعايه، كنخلص الراديو كيقول لي الدري خطا طبي وعنده اعاقه، وكتقول لي خلص لي الراديو، راه ما يمكنش بسبابه ما عندي اوراق، عندي وثائق، اللي بغى الدليل يجي عندي فتحوا معايا تحقيق. انا كنطلب المسؤولين ديال الرباط، ما هاد المسؤولين هنا عشفارة، هادو كيبيعوا بنادم، هادنا كيبيعوا البشر هنايا. هنا راه دوزوا عليا الدكاكه الملف ديالي انا، راه ضربوا عليه وداروا لي اهانه موظف، وقالوا لي تسامح مع الطبيب، انت الطبيب اش بغيتي؟ انت دابا توري انت هذاك الشيء اللي وقع لولدك، فهمتي؟ هاد الناس كاينه لا محكمه ولا نقول لك انا القضيه سخونه. عندنا واحد البير كبير،
عندنا ارواح كتحصد هنايا ليلا وصباحا، كتحصد الارواح هنا ديال المواطنين هنا. ولكن شكون غيهضر على هاد الناس؟ حنا بغيناكم نتوما كجريده تصيفطوا لنا هاد الصوت اللي راه ما كيلحقش الصوت. راني 5 سنين وانا كناضل في هاد السبيطار، كيصيفطوا لي مقدمية مقابليني. انا راه ما كنبيع حشيش، ما كنبيع فانيد، ما كنتقرقد، انا كندوي على الحق ديالي. انا بغيت محاكمة من هاد الناس، بغيت جلالة الملك وطبق الحموشي ودوك كاملين ياك هضروا على ريان وضامنوا. اي حتى حنا بقى فينا داك الوليد، ولكن مي خاصهم راه كاينه هنا، راه كاينه مدينه كامله كتطحن، لا خدمه لا صحه لا حتى شي حاجه. حنا كنموتوا صباح وعشيه، بغينا على الدواء ما لقيناش، ما بغينا على صحتنا شوها فمنا. يا حياتنا كي دايره؟ ها انت على التلوث الماء كنشربوه خالص، والله ما تقد تشربوا تا كنطيبوا. انا ولدي مريض دابا مع الكلاوي هذاك الدري المعاق. ولكن صاحبي خاص الناس هاد المرشحين اللي جاو دخلوا عندي للدار وحليت ليهم الباب ديال الدار ودخلوا شافوا داك المعاق وقالوا لي غنتعاونوا معاك وغنشوفوا العماله وغنفعلوا وغنتركوا. هذوك نصابه راه عندهم مشاريع، راه واحد عنده قهوه وواحد عنده بلا ما ندور الاسم ديالهم. حنتاش ولاو كيتابعونا، ولاو كيتابعونا بالاسماء ديالهم، ولاو كيتابعونا بالتشهير. علاش الدوله كدير هاد التشهير؟ علاش هاد خينا ما يتفضحوش؟ علاش هاد المجرمين ما يتفضحوش؟ علاش حنا نبقاو يديروا لنا التشهير؟ علاش ما بقاش دابا؟ علاش الناس انا كنت كنصور لك الحالات هنايا بربي قلت لك ما تجيش على الصحافه، ما غينوضوش على شبراين، ما غيجيبوش التراكسات هنا، ما خاصهم يجيبوا المدافع وحيدوا هاد المافيا اللي كاينه هنايا. هاد المافيا هنا كيبيعوا التجاره في البشر، في الارواح ديال الناس. انا كنقسم لك بالله الا تاجروا لي في ولدي باقي معاق وما خلوا لي الجيوب يفلتوهم ليا، كنقسم لك ما راه حتى الطب ديال البلاد هنايا قول اسفي، راه ما كاين لا طب لا والو. اكذب عليك كذاب، زعما عندي ولدك راه ما كايناش الشبكه ديال الراس، الشبكه كاينه في الدار البيضاء لقيتها على الطبيبه. وهادو اسفي قداش الثروه والقيامه والفوسفات والقبس، وما عندهمش طبيب ديال الراس ديال الشبكه اللي كيدير خبره ديال الدماغ اللي كيقول لك سير ديرها لينا في مراكش، وملي كديرها في مراكش ولا الدار البيضاء كتجيبها لي من هنايا كيدير فيها كيقول لك ما بينت لي والو، كيقول لك دير ليا ليريم دير 80000 ولا 70000، كيقول لك دير ليا ليريم باش نعرفوا المشكل. ملي كدير ليه ليريم كتعاود تمشي حتى للدار البيضاء باش دير ليه ليريم، وملي كتجيب ليه ليريم كيدير فيها حدو كيخسر عليك، كيقول لك عنده واحد كذا، فهمتي؟ لا راه ماشي مشكل، راه حنا نعطوا واحد الدواء ديال برا راه غيولي بخير. كيقول لك كاين الدواء في فرنسا، كتجيب الدواء من كتعاود ما كتخلي كيوقفوا معاك ناس حتى كتجيب هذاك الدواء من برا وغالي، وملي كتجيب هذاك الدواء كديروا ليه ما كيعرفوش يستعملوا الدواء. جتو ديتو للدار البيضاء باش استعملوا ليه ذاك الدواء، اللي كالما ليه الدماغ ديالو ما بقاش كيصوتي، كان كيصوتي. كذب عليك كذاب. رساله اخيره، حنايا عينينا من ديرو في الرسائل وعينا فهمتي، عينا طابت انا 5 سنين وانا كنغوت فهمتي. رساله اللي بغينا محمد السادس هو اللي بقى لينا الملك ديال البلاد. كيف دخل فرايان يدخل لينا في هاد البير راه كبير، راه عامر بالوحوش. اقسم لك بالله الا فيه واحد النسبه قليله اللي فيهم الخير. انا كنهضر وكان امي دارت عمليه اليوم مع الصباح، ما لقاش طبيب ديال البناج. كتصور امي عاد المراره حق ربي لديتها اليوم ديناها، فتحت في كلينيك ديال عبده، فتحت على كلينيك ديال عبده دابا هاد الساعه. انا جاي كتبان لي الناس مجموعين وانا ندخل، حنتاش محروق على بلادي ومحروق على ولاد بلادي ومحروق على ولدي. راه دايرين لي عمليه دابا في كلينيك، ولا بغيت الصور ديالها نوريها لك، بغيت تمشي معايا الكلينيك تدخل معايا كمواطن ندخلك وتشوف. ناسا درنا لها الطبله باش نطالبوا الناس باش نجمعوا نديروا ليها عمليه على حساب الريه، على حساب المراره، على هذه بلاد. هذه ها هذه بلاد كنعيشوا فيها حنايا، ها هذه بلاد كنعيشوا فيها. دخلنا عليك بالله هذه بلاد اللي باقا كدير فيها الطبله، هذه بلاد هذه، ها هذه بلاد هذه، هذه بلاد عندنا الثروه بلا ما نبقاو الثروه قتلونا من الثروه ولا من الثروه. هادشي انا بغينا ها
جا وزير العدل وزير غير طولي وطبلوا لي الطباله والخياطه والرايات، وانا قال لي وزير الصحه سبيطار زين هذا وما ما فيه تطبيح ديال الراس وما فيه والو، وقالوا لي شو هاد المنافقين اللي كيجوا زغرتو هنايا؟ ها انا دابا دخلنا عليك ما تضركش خاطرك، ولكن المشكل فينا حتى حنا مولا هاد المشكل بين الغو بين الناس بين هاد السبيطار يتقاد. فين هو السبيطار اللي قالك فتحوه؟ فين هو السبيطار اللي فتحوه؟ الناس خامزه هنايا، الناس راه فيها الدود، الناس راه مدوده صاحبي. ترى واخا نكونوا جايين من ماشي من بلا ما نقول من جايين، الله يهديهم الله يهديهم. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد المجرمين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.